وسهلا شباب، ان شاء الله عقبال العزابيه. الف مبروك استاذ غوار. الله يبارك فيك. تفضل يا خال. الدهر كله. عشت لك يا خال. مين عم يدق الباب؟ انا ياسين. يلعنك، فوت ياسين. رعبتني. طمني، شو الاخبار تحت؟ الدنيا لساتها قايمة، قاعدة تحت وعم يدوروا علي. خلي يدوروا ليدوخوا. يا غبار، خايف يكتشفوا انك هون بالاوتيل وتنكسر الشربة براسي. انت خلي لسانك مظبوط ولا تخاف. بعدين حاجة تستقبل ناس وتودع ناس. لك اخي، لك يقوموا يكشفوك. شو يكشفوني؟ لك عن شو بتريد؟ عريس باول يوم شهر عسل وما يستقبل المهنئين من وجهاء حارة كلمين يدوروا. يا اخي شو مهنئين ومباركين؟ صار مسجل على الأوضة أكثر من 100 ليرة حق أكل وضيافة. أخي من نيتكن على حالكم، كل شيء بطلبه سجلوه على الدفتر. أنتو على كل إن ذكرتني أنت، أنا اليوم ما بدي أكل من السوق، شنو نشف قلبي من النواشف، إلا لما علمتك تعمل لي طنجرة كوسة محشي وتحط بكل كوساية وقيتين لحمة ما فيهم لا نسر الدهن. ها ضروري الكوسة المحشي؟ إي نعم، عازم ناس تقال على الغداء أوام، وكل شوي طلع علي شنو ما بقدر نادي لك أنا. طيب وغيره؟ حليت. هلا ورحب شباب، يا هلا ورحب. انت ما شربت ما؟ لا. طيب دبرونا هلا شو بدنا نعمل بهالمصيبه؟ انا بعتقد انه العقد السوري اللي صاير يعتبر فاسخ باعتبار تم غير موافقتك. ما بصير، انا خالها ولي امرها. يا سيدي حتى لو كنت ولي امرها ما معك توكيل منها. خالي ابو رياح، هلا انت مع هالمقصوف الرقبه ولا معنا نحن؟ انا معكم بس لاقونا طريقه. انا هلا رايح بكل على كل حال عند المحامي مشان الدعوه اللي رفعها لغوار، رح اساله عن طريقه نحد فيها مصيبه جديده. طيب الله معك، وانا عم بستناك على ناحه صوتك. مع السلامه. حسبنا الله ونعم الوكيل. مرمتي؟ نعم. الزبون اللي بيقوضه 10 شبو قال اعملي له طنجرة كوسة محشي على الغدا. لك منين اجانا هالزبون المتعب اخر الوقت؟ هلا وقت الطبخ والنفخ. شو عليك بنت اختي، هي شغلتك، بعدين لازم تراعي الزبونات تبع الاوتيل. خالي هلكنا من امبارح لليوم، وهو طلبات جايه طلبات رايحه، زباين طالعه زباين فايته لعنده، وكمان وصاني على شويه قازوز. رح اجيب له اياهم. ايه روح البيت جيب له اياهم، وبدي اياك تجيب لي اغراض الكوسه. حاضر. اوام لشو؟ امان الله. هلا بالنشامه، هلا بالنشامه. هلي يعني ترى انه خجلتونا قدام الضيوف، هذا الاوتيل ما هو زين. ليش يا مو ليش؟ اقول على حاجه ما تلبوها بالعجل الا عقب ساعتين لويش. شوف عيني، اذا كان مشان الكازوزات هلا ياسين رح اجيب لك اياهم. والكوسه؟ والكوسه براسي رح اطبخ لك اياها. يسلم ايديكي ويرحم والديكي. هو بغي كمان بيشل كوسايه دجاجه منتوفه. اي هذا مدير الاوتيل؟ لا انا خالي الاوتيل. هي هاي هلا مرحبا. اهلين. هي هو ابغى كمان وداعتك لو قاعد من اي حجم الجمعة اوتيل على دوم ويقرا الخير الحمراء عبيدي بشر عارجوكم. تكرم. ايه تكرم تكرم على عيني وراسي. شو بده؟ فهمت؟ والله ما فهمت. بده باكيت سجاير. ها ايوه، ما في غير يا سيدي يفهم عليك. تكرم، انا بفهم عدة لغات. اتفضل يا عم. لا ما اقدر احمله، هو بعثيه مع الغلام. على راسي، بعد شوي بيكونوا الكازوزات والباكيت عندك. زين يا هلا بيكم. يا هلا. يلا ياسين. نعم. اوامر كود جيب له الكازوزات ولحق له ياهو. حاضر. وانت الثانيه روح اطبخي له، باين عليه زبون مدهين. ما بقدر فوت اطبخ ليجي ياسين ويقعد مطرحي. انا بقعد مطرحك، ذات اليوم ما فتحت دكانتي. ايه لكان دير بالك، وبعد ما اخلص طبخ بدي اياك كمان تروح تخطف لي رجلك لعند رئيس المخفر ابو كلبشه وتفهم لي منه انه لا اطول هالمقصوف الرقبه ولا لسه. ايه طيب. نعم، هون ملحمة ابو رياح. عفوا هون اوتيل صح النوم. مين بتريدي اختي؟ الست فطوم قبل شوي فاتت على الكوسه المحشي. عفوا فاتت تطبخ كوسه محشي. لا لسه ما راحت على شهر العسل. ايه باعتبار في شويه تعديلات على جوازي، بدنا نغير العريس اختي. ايه مع السلامه. مين العريس اللي راح يتغير خالي؟ اهلين ابو عنتر. قبل السلام رد على الكلام. عم اقول لك مين عريس اللي راح يتغير، يعني احكي. بس يعني انا قصدي فكري التغيير انه ما اخذنا غوار بدل حسني. هذا التغيير. اذا هيك بسيطه. 100 اهلين وما لها فكاهه. وما لها فكاهه. عرضيه وعرضيه ونكته.
وناكتي. انا طايله فوق ما بدي حدا يزعزني ولا انه هنيك يا صاحبي فوق هاي 100 اهلين. اهلين وسهلين. بعدين ابعث لي كاسه الشاي تكون تقيله على وزني. على وزنك. حاضر. تكرم عجميها. تكرم. انا فوق بالغرفه هاي. شو اسمها هي؟ هي هيك وهيك لك هيك 10. فهمت عليك. هيك هيك ها 10. فهمت عليك. تكرم. خالي ابو رياح. شو معلمتي بالمطبخ؟ بالمطبخ اوام. خذ للاغراض ورجع خذ كاسه شاي للاوضه نمرة 10. حاضر اوام. حاكم هذا اللي بالاوضه نمرة 10 عقلاته شوي. ها بعرف بعرف بعرف. الله يجيرنا من شر النار. ميت اهلين بصديقي الوحيد. زين يا رجال. ميت اهلين. تفضل حبيبنا. الله يزيد فضلك غوار بير. زين وسهلين. اهلين وسهلين. شو بتأمر تشرب اخي ابو عنتر؟ يا سيدي لا تعذب حالك، طلبت كاسة شاي تقيلة على وزني. المهم طمنا عن صحتك، بعدين قل لي حدا عم يزعزك شي هون؟ ابدا. أيوة. مرتاح 24 ايراط. شنو اكله مرعى وقلة صنعه. ايه بعدين قل لي. ايه حدا عرف انه انت هون؟ منين حدا بده يعرف؟ حلو. ما حدا بيعرف الا لما انا بدي اظهر. منيح كثير، بتعجبني تكتيكاتك غوار. شنو انت رجال زقرت ومعدل. من بعد ما عندكم يا رجال. والسبع تنعام. اهلين وسهلين. طمني اخي ابو عنتر، رحت لعند المحامي سالته على قضيتي؟ لا يا رجال لا، مو عيب الحكي. هل جيت من عنده لك؟ ها؟ ايه طمني شو قال لك؟ شو بده يقول لي؟ ما بكذب عليك. قضيتك صعبة مو انه سهلة. لا مش. أيوة. يعني قضيتي هالمرة مو عرضية؟ لا، وفيها حبس 3 سنين إذا ضل ماشي حسني بدعوته ضدك. طيب يعني ما ممكن يطلع منها شي تخريجي هيك ولا هيك؟ لا 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 ما في. ليش؟ شنو أنت شنو القضية ثابتة عليك؟ هي اشي ثابتة ثابتة. ها والدكتور اللي عمل عملية لحسني ايه؟ كمان مدعي تاني ضدك. شو الحكي؟ ابدا باطل. هيك يا ابو عنتر غوار الطوشن حبس لك. فين صفية العدالة؟ فين؟ بس المحامي قال ممكن اذا مسك الدعوة يماطل فيها بالتأجيل ويخفف الحكم. ايه طيب مسكوا ياها فورا. شلو بدي مسكوا ياها؟ طالب 500 ليرة هدول سلفان اللي بدي رفع الدعوة. طيب منين بدنا ندبر له 500 ليرة؟ شوفت عينك انا عطال بطال هلا. ما بعرف شو الشغلة هي. ها غوار. نعم. في 200 ليرة اللي اعطيتني اياهم انت سابقا. ايه شو بيصفالنا؟ 300 ليرة بصيروا 500. ايه مين بدق الباب؟ انا ياسين. ايه فوتوا. لا ايه هي كاسة الشاي. تفضل ابو عنتر. ما عنا عجمية. وهيش باكيت. سلم ايديك. والتازوزات حطيت لك اياهم بسطل المي تحت. ايه طمني لشوف. نعم. شو اخر نشرة للاخبار؟ نشرة رقم 11. اولا ايه الشغل بالمطبخ على الكوسة المحشي ماشي على قدم وساق. ايه وبالحارة مطلوب عليك القبض فورا. اخي انا بيهمني اولا بس. نعم. شنو معزوم عندي الاخ ابو عنتر على الغدا اليوم؟ الله محيي قصتك يا غوار. المهم اللي بننهي القضيه اللي عم نحكي عليها. ايه ايوه. لقيت حل يا سي. نعم. شو رايك تجيك رزقه على برد المستريح بدون ما تتعب؟ يا ريت. وين الرزقه؟ اسمح لي لك، بدي اياك تقترح على حسني وعلى معلمتك انه اللي بلقي القبض على غوار الطوشي له جائزه 300 ليره. ايه ايه. ولما بنكمش انا بتندفع الجائزه بيطلع لك حصه منها. عم تحكي جد غوار؟ ايه ارجيني شطارتك. تكرم مو على عيني. يلا تأمن شي تاني. لا وقف، خليها بدال 300 اللون 400 لانه بجوز يلزمنا مصاريف تانية وبيطلع لك حصه اكبر من الارباح. يا عيني عليك خاطرك. مع السلامه. هلا فهمني. شو راح تعمل اخي؟ نحن مو لازمنا 300 ليره ليطبقوا على 500 لك. فاذا انا بنكمش ايوه بيعطوك 300 ليره، فانت بتروح تسلمني بيدفعوا لك 300 وبيمشي الحال بنحل ازمتنا. شو هالحكي غوار باطل؟ انا سلم صديقي للحكومه؟ فين النخوه والرجوليه لك يا ابو عنتر؟ ما في ايدنا غير الحل. بعدين بدري بيك قديش بيقدر يوقفني عنده قبل المحاكمه؟ يوم يومين تطلع بسنة كفالة وبعدين بخلصك من المحكمة. عوال ايه؟ امنع لقب المحاكم بترح لسنتين ثلاثة. ما بعرف بس انا لما بتجي ببالي انه انا اجي سلم صديقي للحكومة بتزلزل كل بدني لك. لك يا ابو عنتر مين بده يسلمني لكان؟ يسلمني واحد غيرك ويقبض المصاري ويهرب فيهن. انا مالي ثقة غير فيك انت. طيب متل ما بدك امرك سيدي.